من الذي قام بإحداث الفوضى في مكان عملي؟ أنتما ماذا تفعلان هنا؟ سيدة كريستي، أوي، تعال إلى هنا. سأعلمك الآن كيف تجرؤ على تقبيل ابنة المديرة. أمي، اتركي وشأني. أنا أمنعك من مواعدته، هل تسمعين؟ اتركيني، اتركيني، أيتها المديرة المزعجة. ماذا؟ إلا أنا. توقفي، من أين سلة المهملات؟ في الصف؟ نعم، لأن ذلك هو حلمك. يا له من رعب. يا إلهي، كنت أنا أتأخر على الدرس. أمي ستعاقبني. توقفي الآن. أمي، ماذا يكون هذا؟ ما هذه الثياب التي ترتدينها؟ أمي، هذه هي الموضة الجديدة. كيف لك؟ كيف تجرؤين على ارتداء تنورة قصيرة؟ يا للعار! أنا وحدي أقرر ما أرتدي. أنا أمنعك دائما من وضع المكياج في المدرسة. أمي، هل هذا طبيعي؟ الآن لن يرى أحد مكياجك الفاسد هذا. اذهبي بسرعة لتغيير ملابسك. لقد سئمت منك. ولماذا والدتي هي المديرة؟ سيء. كاسي كاسي كاسي، كيف حالك؟ هل من جديد؟ أليس، نحن تحدثنا لمدة 5 ساعات بالأمس مساء، وفي الصباح أتينا إلى المدرسة معا. ما يمكن من جديد؟ ها؟ مرحبا عزيزتي. على سبيل المثال هذا. كيسي، هل أنت توعدي؟ أجل، تخيلي هكذا حدث ذلك. تعالوا بسرعة إلى الصف. آدم، توقف عن الركض. أوي، أمك المجنونة قادمة. يا إلهي، سأطير الآن لأنني أقف بجانبك. كيسي، من يكون هذا؟ أمي، لا تجرؤي. ربما هذا هو صديقك الجديد. كم هذا رائع. ماذا؟ هل هذه حقا أمي؟ يا للهول. ماذا إذن؟ هل نبدأ درسنا؟ أين هي كيسي؟ إنها في الحمام، سوف تأتي الآن. عظيم، تايلا قم إلى السبورة. أوي، انتبه أمامك. ماذا تفعلين؟ لا شيء، تايلا، ما الذي تتكلم عنه؟ على ماذا؟ بهذا يتم استيعاب المعرفة بشكل أفضل. أنت مجنونة، كيف يمكنك أن تكوني مديرة؟ هيا تناول بسرعة، تناول، تناول، هيا هيا هيا. إن هذا، أمي اتركي. تناول. إذا رأيتك بجوار كيسي مرة أخرى ستكون في ورطة. تايلر، لا أحد هنا. ما هذا؟ كيسي، لقد انتقلت إلى مدينة أخرى، لن أدرس هنا بعد الآن. وداعا إلى الأبد. لكن على ماذا؟ كيسي، ماذا حدث؟ ترك تايلر ملاحظة، إنه غدر إلى الأبد. ربما تكون مزحة. قسى، ولا توجد أشياء أيضا؟ لا، إنه هجرني. ما هي مشكلتي؟ ربما خاف من والدتك. لا، هذا ليس صحيحا، أمي لا علاقة لها بذلك. أين تأخذينني؟ أغلق فمك. لست طبيعية، أنا خائف، ساعدوني. أضف كلمة أخرى وستبقى هنا إلى الأبد. سيدة كريستي، أنا هنا. منادي أيضا. عظيم. تايلر، ماذا أنت؟ ألم تعرفني؟ سيدة أرييل، إلهي، هدي أنت. تايلر، إنها سوف تراقبك.
فنتعلمت دروس. إلا هذا؟ ستتعلم كيفية الركض وراء ابنتي. لماذا أنا؟ إذن نفس الشيء سيحدث للجميع. إذن ماذا الآن؟ أجب بسرعة. 2 ضرب 2 4 7 ضرب 8 127 ضرب 734 يساوي كم 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 كم؟ لا أعرف. أعرف. هذا سهل. هل أنت غبي؟ كان يجب أن تتعلم من دروسي. لماذا هرب تايلر مني؟ لماذا إذن يا حبيبتي؟ كيف حالك؟ هل ما زلت تسألي؟ لقد هجرني تايلر. هذا عظيم. لقد وجدت لك صديقا جديدا. عظيم أمي. أي صديق جديد؟ زاك هيا أدخل. مرحبا. أوي انظري كم هو جيد. أمي هل أنت مجنونة؟ من هذا؟ هل هو مريض بشيء؟ اخلص يا كيسي، زاك طالب جيد وهو يناسبك تماما. أمي أنت مجنونة؟ إنه غريبا. إنه ليس غريبا. أنا لا أريد لك سوى الأفضل. كيسي دعينا وساتك في أداء الواجب. أنا لا أريد أن أزعجكما. وداعا سيدة كريستي. ولا تقترب مني. ماذا عن الدروس؟ هل يمكننا الذهاب في نزهة؟ هنتحانق. ابتعد عني أيها الأحمق. لا أشعر بخير. ما هذه الرائحة منك؟ أوه إنه عطري المفضل للسيارة. رهيب. لا تتبعني يا ناتين، أين يصنعونك هذا؟ كيسي كيسي يجب أن نتصدق معا، مديرة المدرسة قال ذلك. أمي مجنونة. أعلم هذا وتراجع. ماذا إذا لنذهب للتسوق؟ يا إلهي من هذا؟ أنا زاك الصديق الجديد لكيسي. كيسي هل أفسدت ذوقك تماما؟ أليس أرجوك ساعديني. كيف؟ أصرف انتباهي، قولي أنه رائع. لا لا لا، أتعامل مع أصدقائك بنفسك. من فضلك ساعديني في هذا الأمر. سأشتري لك قطعتين ملابس جديدة أبعدي فقط. ثوبان رائع. ماذا أيها الوسيم؟ لنذهب بنزهة؟ تعتقدين حقا أنني وسيم؟ أنا نفسي مصدومة ولكن نعم. شكرا يا صديقتي. وواحد اثنان مرة مرتين. هيا هيا هيا. أنا ما أستطيع. وأنا يمكنني. لقد سئمت منك. انظر إلى بطنك. هناك دونت في معدتي. واو يا له من جذع عظيم. ربما أتوعد معه. كفى انتهى التمرين. إلى اللقاء. لدي غداء. نيت مرحبا. كيسي لما أخفتني؟ آسف أردت فقط أن أقترح التنزه. آسف لكنني متعب. لا أحتاج إلى صديق وأنت جيد جدا. حسنا هيا نتمشى. اناضي. أنا لم أفهم ما هذا الذي أراه هنا. أو أمي مرحبا. ماذا عنك أنت؟ هل تواعدين نات بالفعل؟ كيسي ابصقي في وجهي أو اضربيني حتى لا تغضب أمك. أوي أوي أي أوي أوي أي. سيدة كريستي لم أفعل شيئا. إذا لمستها بإصبعك فسوف تدفع الثمن غاليا. مرحبا. ما هذا؟ حامضة. أنا فقط أتعامل.
طلابي هنا. أين هي مكافأتي؟ لقد وعدت بتحويل ذلك. إذن عندما ستتخلصين من نات سوف نعطيك المكافأة. أمي مجنونة نوعا ما، وماذا أردنا أن نتمشى؟ لن تقوم والدتك بالتوبيخ مجددا. كانت تمزح. وها هي مكافأتك الشخصية. شكرا. أتمنى أن تكوني قد فهمت ماذا عليك. يجب عليك مراقبة ابنتك. أجل، بالضرورة. ودعنا أيتها المديرة. عظيم، جميع المدرسين سيراقبون كاسي. إنها بالتأكيد لن تستطيع مواعدة أي شخص. ألو أرييل، كيف حالك هناك؟ تايلر سعيد؟ نعم نعم طبعا، تايلر سعيد للغاية لأنه أتى إلى هنا لإعادة التربية. ساعدوني أيا كان. إنه بالتأكيد مسرور هنا. عظيم، اشغليه هناك حتى لا يفكر في ابنتي. واو، أول مرة أخرج في نزهة مع فتاة. وأنا أول مرة مع هذا الغريب. ماذا ماذا؟ عموما نحن وحيدان هنا. اجلس إذن أيها المصيبة. حسنا. كاسي مدينة لي لأنني ألهي هذا الغبي. مرحبا، يسعدنا أن نرحب بكم في مقهى اللذيذ. مرحبا. أحضري لي ولصديقتي العصير والحلويات. المعذرة، هل أنتما معا؟ نعم، أنا نفسي مصدومة. أحضري له العصير وإلا أنه سوف. كهو لذيذ. ماذا حدث؟ حساسية من العصير. أيها الغبي. كنت أعرف ذلك، كان يجب أن أصور على الكاميرا. ذاك الأحمق نيت سوف أريه، من الواضح أنه يفكر في مواعدة ابنتي. مرحبا سيدة كريستي، قلت أنني أحتاج دروسا إضافية. أجب بسرعة. أجبني فورا، هل خرجت مع ابنتي كاسي؟ ليس بعد، لم نخرج معا. ماذا؟ الجنيت؟ أنا أمنعك منعا كليا من الخروج مع ابنتي. أنت لا تملكينها، لا الحق في الاختيار. أجل، لكن ليس مع أحمق مثلي. لا، الباب مغلق. هل ظننت أنني سأتركك تخرج هكذا؟ لا، لا تفعلي ذلك. سيدة كريستي يمكن؟ نعم نعم، ادخلوا، ستكونوا حذرين لأن نيت غاضب. أين؟ نيت بلل نفسه. سيدة كريستي أنت مجنونة، سأذهب في نزهة مع كيسي. هيا تايلر، أنت تستطيع. أريد حقا أن أكل. هنا يمكنك الوصول إلى السجق وتأكل. هذا ليس عدلا، هذا استهزاء. قيل لي أن أتعبك حتى لا تفكر في كاسي. أنا لا أفكر فيها بعد الآن، اتركيني وشأني. صحيح ما تفعله السيدة كريستي، إنها مديرة حقيقية وتربي الجميع. شكرا لك على التنزه. أنت رائعة، لم أكن أعتقد سأعجب بك هكذا، لكن والدتك مجنونة. إنها تمزح فقط. أجل، إذن قد خرجت معه وأنا قد منعتها من مواعدة هؤلاء الفتيان. كيسي، تريدين آيس كريم؟ بالطبع أريد. إذن سأذهب لأشتريه. واو، سيكون لدي صديقا جديدا. ولا يهمني هذا تايلر، تركني إذن أضعني. يكفي، الأمر الآن متروك لي.
ألو أريال، استعدي لعميل جديد. تعالوا واحصلوا على الآيس كريم اللذيذ، هو الأرخص وهو اللذيذ. إذن بهدوء. آسفة يا بائعة، سيريكم الآن مدير المدرسة. تعالوا لشراء الآيس كريم. مرحبا، أريد من فضلك اثنين. بالتأكيد لك بدولارين. كم هو لذيذ. خذ هذا، خذ هذا. ماذا تفعلين؟ سوف أدفع. لك النهاية، أنت لن ترى كاسي بعد الآن. لكن لماذا يهرب كل أصدقائي مني؟ بنيتي تراجعي. لماذا تبكي؟ صديقة تركني مرة أخرى. هذا عظيم، لست بحاجة إلى مثل هؤلاء الأغبياء. أمسكي الكعكة. أمي، كل هذا بسببك. كيف تجرؤين؟ أنا أريد لك الأفضل دائما مثل زاك. هل تعتقد أن زاك هو الأفضل؟ إنه بشع. يا لك من غبية، ولا تفهمين شيئا. تراجعي، أنا غبية بالتأكيد. لقد هرب نيت مني بالفعل. هل هرب نيت؟ كم هذا رهيب. ماذا إذن؟ كيف حالك؟ هل سئمت من الجلوس هنا؟ أنا أفهم، لكن لا بأس، أنا الآن سأضعك في مكان لكي يجدك فيه أحد بالتأكيد. أمي، وبشكل عام أخرج من غرفتي، واضح؟ نعم نعم، أنا آتي يا آتي يا. قل ما الجواب بسرعة. أنا لا أعرف. أرى أنك يعجبك الكتاب على رأسك. ولدينا ضيف جديد. سيدة كريستيا، لها من مفاجأة. أحلم أن أكون مديرة مثلك. لا تحلمي بذلك حتى قابلات. أنقذوني صديقي، لن يساعدك، لقد حولت. اخرسوا بسرعة، اخرسوا، أنا أمنعكم عن الكلام. أوي يا أريال، أنت رائعة، أعتقد أنني سوف أقوم بترقيتك إلى مركز المدير. هذا بالضبط ما تحتاجه مدرستنا. شكرا سيدة كريستي. وأنتم الاثنان ستفكرون فقط في الدراسة. إذن أنا لن أزعجكم. وأنتما فتى الأحلام، أو كيف هناك؟ اجلسا هيا بسرعة لمن أقول. ما تزعجانني كثيرا، وحلوا اختبار الرياضيات بسرعة. كاس ربما يكفي. لا، أنا لا أفهم ما هو الخطأ معي. لماذا يهرب رفاقي مني؟ لا تهتمي بهم، أنت جميلة جدا، ستجدي لنفسك أميرا. وجدت ذلك بالفعل، سوف يأتي إلى هنا، تعرفت عليه على الإنترنت. واو، أنا سعيدة جدا لك، هذا رائع جدا. هل هو غني؟ طبعا. مرحبا. هي اسمع، ابتعد، الآن صديق المستقبل قادم. أنا هو، أنا هاري. ألم تعرفيني؟ هل هذا هو مليونيرك؟ من أنت تكون؟ كيف جاري؟ أنت مختلف في الصورة. إنه فوتوشوب، ما بك؟ جنتي. يا إلهي، حظ سيء مع صديقي أيضا. ماذا؟ ربما توفقتي. أبعد يديك. باختصار اخترعته. يجب إغضاب أمي، أنت مشرد. هيا ورائي. كيسي، اغسل يديك بعد ذلك. بماذا إذن فكرت؟ يا إلهي،
لماذا لا يوجد أحد؟ أين الزبائن؟ مرحباً، هل أنتم مغلقون؟ فقط على الباب مكتوب مغلق. آه يا إلهي، لقد نسيت أن أقلب العلامة، وأنا كنت أتساءل لماذا لا يوجد أحد. إذن يا قهري اختار. واو، لم يسبق لي دخول المتجر كهذا. أنت بلا مأوى، لا تلمس الأشياء. إنه معي، يجب اختيار بدلة له. لألفت نظركم، هذه ذروة الموسم، وأيضا مع الخصومات. أجل، ماذا؟ لقد خيطتها من الأريكة. تأخر. واو، أريد هذه، سأبتديه. كيف أبدو؟ مزعج غاري. هذا بالتأكيد ضروري. كفى، ابقى في هذا، سوف نأخذه. واو، وأخيرا تم شراء هذا. آسفة، خيار رائع، مجموعة جديدة على أي حال. لقد تخلصت من كل أصدقائي ابنتي، يا لي من رائعة. أمي مرحبا. مرحبا يا بنيتي. أريد أن أقدم لك صديقي الجديد. واو، ومن يكون؟ غاري رائع جدا وغني. غني؟ إذا قومي بدعوته إلى هنا. غاري تفضل. مرحبا، لقد جئت. من يكون هذا؟ من هذا؟ ماذا ترتدي؟ اشتريت لك بدلة. كان علي ارتداؤه. إلهي، لم أفكر. حسنا، هكذا أفضل. أمي، وها هو عزيزي. لا، كاسي، أنا أشعر بالسوء. لا يمكن أن يكون صديقك، إنه متشرد. أنت تستحقين الأفضل. لكنني أحبه، فهمت؟ وبشكل عام سوف أتزوج، وأتزوج غاري. واو. هكذا إذن. حسناً يا هاري، هيا لنتحدث، فأنا أريد أن أعرفك بشكل أفضل. فوه، كانت تقبيله غير لازماً، ولكن كيف أمي غاضبة؟ هذا ما أحتاجه. نجدة! لن تكون مرة أخرى مع كاسي. ماذا تفعل؟ لما تأكل الرباط؟ أليست مع كورونا؟ إلهي كم أنا جائع. علينا الخروج من هنا. طعام. ماذا أنتم؟ مفترسون؟ هيا أدخل. أتحلم آخر؟ لا، إنه مجرد متشرد. أريان، تعاملي معه. أنت وقعت في أيدي أمينة. تعال أغسلك في المرحاض. إلهي، يبدو أنه صديق آخر لكيسي. لا يهم، لنأكل بينما يمكننا. ماذا إذن؟ كيف حالكما؟ يعجبكم؟ ستجلسون هنا لمدة طويلة ولا أحد يبحث عنكم. أخبرت والديكما أن كل شيء بخير معكما. أين هم إذن؟ أين أمي وجاري؟ إذا هرب أيضا لن أنجو من ذلك. ندمت كثيرا أنني رفقت كيسي، وأنا أيضا. والدتها مجنونة، إنها لا تحب الرجال على الإطلاق. يا كان علي أن تقي بكيسي. الآن الكثير من المشاكل. يا إلهي، أضعت المفاتيح. إذن أين هم؟ هلزم سلينا. ماذا تفعلون هنا؟ أغلقت علينا المديرة، والسيدة أريل تراقبنا.
هذا هو المكان إذن. بالطبع أساعدكم. لا أفهم، ما هذه الضجة؟ يا إلهي أنا سأنكشفها. لا أفهم، هل أضربكم بالكتاب مرة أخرى؟ فقد الهدوء. كيف لا أحد يحتاجني؟ كاسي أنت لن تصدقي، هل اشتريت شجيرة؟ لا، لقد وجدت أصدقائك الثلاثة. أين؟ إنهم في قفص أمك أغلقت عليهم. إنهم في المدرسة بالقرب من القبو. لا، إلا هذا. أمي، ماذا نفعل؟ يجب علينا إنقاذهم. كيف؟ هناك سيدة أرييل، إنها تراقبهم. صحيح، إذا رأت أمي أنني ذهبت سوف تفهم على الفور. ربما نتصل بالشرطة. لا، إنها أمي، هذا مستحيل. توقفي، لدي فكرة. لماذا كل هذا؟ سوف تجلس في ملابسي وتؤدي واجبك وأنا سأنقذ الرفاق. هيا. إي كيسي انتظري، أنا خائفة من والدتك. هذه كيسي كالعادة، سوف تورطني في شيء ما وبعدها سأخرج. كيسي، هل تحضرين الدروس؟ نعم نعم أفعل. عموما لقد سألت كاسي وليس أنت يا أليس. هل ظننتم أنني غبية؟ لقد عملت في الإدارة لعشرين عاما، أرادوا خداعي مرارا لكن لم ينجحوا في ذلك. آسفة. المعذرة، أنا سوف أريكم. أين كاسي؟ تكلمي. لا أستطيع التحمل، جانب المهملات كان أفضل. ماذا لو لم نخرج من هنا؟ ما يجب علينا القيام به. تايلر عليك أن تهدأ، على أي حال سيبحثوا عنا، بالأخص أباؤنا. رفاق رفاق، أنتم هنا؟ أعتقدت أنكم هربتم مني. كيسي قولي لوالدتك أن تفرج عنا. هي لم تسمعني، أنها مجنونة. لدي فكرة. بيتزا أرينا. رفاق أنا ألفت انتباهها وأنتم تخرجون، سنلتقي في الشارع. رفاق رفاق لنهرب. كيسي أنقذتنا. رفاق لقد تم خلاصكم. شكرا رائع. شكرا. ربما لا يجب أن ندرس في هذه المدرسة. رفاقي أعتقدت أنكم لم تحبوني، واتضح أن أمي خطفتكم. أنا سعيدة للغاية. كيسي عليك الاختيار بين ثلاثة. بالتحديد نحن الاثنان. ألا تخافون من والدتي؟ بعد القفص نحن بالتأكيد لا نخاف شيئا. إنه خيارا صعبا. وماذا يكون هذا؟ مرحبا جميعا، مليونير على ما يبدو لي. أنت تشبه ذلك الغريب الذي جلبته أمي لي. لكن أنت لست غريبا. أجل نعم، أنا في الواقع مليونير، قررت فقط أن أجرب نفسي كمتعلم. يا إلهي لقد كانت أمي على حق. تريدين ركوب السيارة؟ بالطبع أريد. هيك كيسي، جلسنا خلف القضبان من أجلك، هل ترمينا؟ طبعا، انظروا إلى أنفسكم وإليه. زاك هيا لنذهب. إلهي كيسي. رفاق لما تهتمون بها؟ تعالوا معي إلى القمامة، الشاي ينتظر. سيدة كريستي سامحيني من فضلك. ستأتي كاسي قريبا وسأصلح الأمر بينكما، وأنت سأطردك من المدرسة. لا أرجوك. هذه الدجاجة الغبية ستتلقاه الآن. وها نحن هنا. أوه يا إلهي كيف ذلك؟ زاك وكاسي؟ نعم سيدة كريستي هذان نحن. ماذا؟ هل هذا هو الضحيح؟ نعم.
بنيتي، يا لك من رائعة لأنك استمعت إلى أمك. لقد أخبرتك أنه يناسبك جدا. يا إلهي، لو كنت أعرف لم أضحك عليه في المقهى. أمي، أنا آسفة، كنت غبية جدا، كنت حقا تريد الأفضل لي وأنا غضبت. بنيتي، أنا أحبك جدا. أنس، أنت صديقتي المفضلة، شكرا على المساعدة. ماذا إذن؟ أنا سعيدة لأن لديك صديق الآن. أنا هادئة وسأذهب إلى المدرسة. لقد وجدت لابنتي صديقا مناسبا. سيدة كريستي، باختصار أنا لم أراقب الرفاق، وأنا وراء الفتيات. هذا لا يهم، كل شيء يعمل كما يجب. لنذهب الآن إلى المقهى ونحتفل بعملنا النهائي. يا إلهي، هيا بنا. يا سيدة كريستي، أنت أفضل مديرة، وأنت تسليننا، ووجدت صديقا لابنتك. أجل، نعم نعم، أنا كذلك. مرحبا يا رفاق. مرحبا متابعين. اليوم نصور تحديا آخر. أعتقد أنكم لستم متفاجئين. بالمال الحقيقي لدينا هذا، إنها كرات لونان. نعم، هذا برتقالي وأبيض. وهناك فنجان ملصق في نهاية الطاولة هناك. مهمتنا هي دحرجة الكرة على الطاولة ومحاولة إدخالها فيه. لا، في الفنجان، أنتم تعرفون. كتا أن تصيب. مقابل كل إصابة يحصل الشخص على $100 حقيقية. رائحته حقيقية. حسناً. رجعاً. نعم، هل توافقني؟ لا، جميلة. ما زلت نعم. نعم نعم. هي كم من شخص لمسها قبلنا، لك لا بأس. يتضح، أنتم اشتركوا بينما نجمع أفكارنا ونبدأ اللعب. اكتبوا في التعليقات أي دور أعجبكم اليوم، ضعوا الإعجابات واكتبوا المزيد عما تريدون من مقاطع فيديو جديدة. أي مقاطع؟ علينا أن نصور. شكرا لكم. الذي أعجبكم، ماذا تريدون؟ الآن علينا أن نلعب مقص ورقة حجر. من سيكون الأول؟ تينا. تينا، أنت وهاري، هيا. واحد اثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. إلهي، إذن فوزت الفتيات. هيا هيا، واحد اثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. صحيح، واحد اثنان ثلاثة. إريال أولا. واحد اثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. واه، أنا ثالث أنت الرابع. كانت معركة صعبة لكننا من أول شخص لدينا بكل شيء، هذه حقيقة. حسنا نعم. ماذا إذن؟ لم يكن هبثا أني أخذت الكرة. أعتقد يجب أن يكون هناك هنا. نعم، هكذا ذهبت الحافلة. أول محاولة. أول محاولة. واو، برافو برافو. والآن طبعي هذا كل شيء. محاولة جيدة. حسنا، هيا المرجع. واو، سحر. إذن إذن إذن، كيف فعلت ذلك؟ هذا سر. هكذا إذن. إذن تقريبا. لأنك تحتاج إلى لغة. إذا فعلت هذا، واحد اثنان ثلاثة، سحر الكرة. لا، هاريك. دعونا نعيد مرة أخرى. لماذا؟ لا داعي. وأنا أعتقد أيضا أنكم فاتكم غنائي في مدونات الفيديو، لذلك نستمر. ماذا أغني؟ أي أغنية؟ Something about you makes me feel danger. وماذا عن الخفة؟ ماذا حدث؟ لأنني كنت في مزاج متقلب كما تعلم. طبعا طبعا. ونواصل الرقص أيضا. حسنا حسنا. تقريبا. حسنا، أنا أحتاج سماعة جديدة. أحتاج $100. سماعة جديدة وأريد المال. هيا. طبعا. بعيد قليلا عن الهدف. هل يمكنني أن أتمشى وأرمي الكرة؟ لا، لكن أحتاج $100. ارميها. هاي، ارمي. أريد المال.
لا يمكنك فعل ذلك. حسناً يمكنني ذلك. واحد اثنان ثلاثة. كل شيء تمام. هيا هيا. كانت قريبة جدا قريبة جدا. أولا سئمت من هذا، وثانيا أنا أحتاج المال لتعذروني. ماذا؟ لا لا لا. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ زاك. انظر إليك. زاك. انظر إليك. اعترف بذلك. اعترف أنك لن أشارك أي بعض المال. أعتقد أنه هذا ليس معدن. يمكن أن نذهب في نزهة ونتعانق. تايلر ماذا؟ ألا تعرفني؟ يا له من رعب. هي أنت أنا. أنت تشبه ذلك الفظيع. أجبني، هل تتواعد مع ابنة كاسي؟ ليس بعد. ماذا؟ نتهيأ. ماذا؟ سنخرج.